السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف تقوم بإنشاء استطلاع للرأي على مجموعة على الفيسبوك؟ إذا كان يهمك الأمر فتابع معي أشرح. في البداية كما نعلم فاستطلاع للرأي وهو جسر نبض الجماهير الخاصة بك. إذا كانت لديك مجموعة على الفيسبوك، هذه المجموعة تقوم بنشر فيها محتوى معين يخصك، ف من الجيد الأفضل أن تقوم بوضع استطلاع للرأي لكي تعرف هل المتابعين الذين يتابعون المجموعة الخاصة بك يعجبهم الأشياء التي تقوم بنشرها أم لا يهتمون بتلك الأشياء. كل أي أسئلة قد تأتي على بالك يمكنك أن تقوم بإجراء استطلاع للرأي للجماهير الخاصة بك أو للمتتبعين الخاصين بك حتى تعرف هل هؤلاء الأشخاص راضون بكل ما تقوم بنشره أو بالمحتوى الخاص بك أم لا. لذلك فهذا الاستطلاع للرأي فهو جيد جدا في الصفحات أو في المجموعات الخاصة بالفيسبوك لكي تعرف الجماهير الخاص بك ماذا تتطلع وإلى أي شيء الأشياء التي تبحث عنها وغيرها من التفاصيل. لذلك سوف نعمل الآن على شرح طريقة. في البداية سوف تقوم بالدخول إلى حسابك على الفيسبوك، بعدك تقوم بالدخول إلى المجموعة التي تريد أن تقوم بإنشاء عليها استطلاع للرأي. بعد دخولك إلى المجموعة سوف يظهر لك بهذا الشكل، تذهب إلى الشريط العلوي بهذا الشكل وهنا سوف تجد، هنا يقول لك اكتب شيء. أنت سوف تقوم بنزول الأسفل، سوف تجد هنا خيارات فيديو، بث مباشر، صور والفيديوهات إذا كنت تريد أن تقوم بنشرها وفيديوهات وغيرها. هنا سوف تجد استطلاع الرأي، سوف ننقل عليه بهذا الشكل. بعد ذلك سوف تظهر لك هذه الصفحة، هنا يقول لك نشر محتوى مجهول الهوية، يعني إذا كنت تريد أن تقوم بنشر هذا المنشور دون إظهار الاسم الخاص بك يعني لا يستطيع أي شخص معرفة من أنت، لذلك أنا سوف أتركها كما هي. يمكنك أن تقوم بهذه الخطوة كما تروح إلى المنشور مجهول الهوية، تساعد منشورات المجهولة الهوية على حماية خصوصيتك حتى تتمكن من الشعور بالأمان عند نشر المحتوى الخاص بك. فبالنسبة لك أخي الكريم، إذا كنت تريد أن تقوم بنشر هذا المنشور مجهول الهوية يمكنك أن تقوم بالنقر على هذا الخيار. أما إذا كنت تريد أن يظهر كما قلنا الاسم الخاص بك فهذا هو الخيار الأفضل. أنا سوف أقوم بكتابة استطلاع للرأي، سوف مثلا هنا سوف أقوم بكتابة كيف تجدون المجموعة الخاصة بنا على هذا الشكل. مثلا هنا بالنسبة لإضافة استطلاع للرأي هنا يمكنك أن تختار، لديك خيارات. مثلا سوف أقوم بكتابة سيئة، متوسطة، جيدة. كما تلاحظون الآن قد قمنا الآن بكتابة استطلاع للرأي الخاص بنا. نأتي هنا إلى هذا الخيار، هنا يقول لك السماح للأشخاص باختيار إجابة متعددة، السماح للأشخاص بإضافة خيارات. يعني بالنسبة للخيار الأول السماح للأشخاص باختيار إجابة متعددة، يعني أي شخص يريد مثلا أن يقوم بالنقر على سيئة ثم متوسطة ثم جيدة. بالنسبة للخيار الثاني السماح لأي شخص بإضافة خيارات، يعني إذا قام باختيار سيئة فلن يستطيع أن يقوم بتغييرها إلى متوسطة أو جيدة. لذلك سوف نترك الخيارات كما هما ثم بعد ذلك نقوم جيد. الآن سوف نذهب كما تلاحظون هذا هو الاستطلاع للرأي الذي قمنا بإنشائه. فكما قلنا إذا كنت قد قمت باختيار نشر المنشور كمجهول الهوية لن يظهر هذا كما قلنا الخيار الخاص بالمسؤول كما تلاحظون إخواني الكرام. أما أنا فقد قمت بنشره كما قلنا أضمن أو يظهر للأشخاص الآخرين. كما تلاحظون هنا يمكنك أن تقوم بإضافة خيارات أخرى
أنا سوف أتركه كما هو، لاحظ معي هنا هذا هو الاستطلاع للرأي الخاص بنا، فقط الآن ننتظر عملية كما قلنا اختيار من طرف المتابعين الخيارات التي كما قلنا المناسبة كما تلاحظون. يمكن الشخص أن يختار الشيء الذي يراه مناسب فيما يخص المجموعة الخاص بنا. أتمنى أن تكون الحلقة وكذلك الموضوع قد نال إعجابكم. لا تنسوا دائما دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو والاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقات قادمة بحول الله. نشكركم للمشاهدة، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك والتعليق.